الشيخ. الله أكبر. الله أكبر. أبطال الجيش الحالي يحطمون صورة الفيلم. قصر. قصر. في قصر في قلب قصر المحافظة. الله أكبر والعزة لله. بس لا حد يوسع كلمة الجمهورية. في منصورنا. يلا. الله أكبر. تكبير. تكبير. الآن أورينت 4/3/2012 داخل قصر المحافظ. أبطال الجيش الحر يهاجمون رأس الصنم حافظ الأسد. الجيش الحر داخل قصر المحافظ. الآن داخل قصر المحافظ كما ذكرنا، نود التحدث إلى أمير جبهة الشورى ليحدثنا عن ما حصل أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قامت جبهة الشورى باقتحام المبنى، اقتحام المبنى، وقد بأقل الخسائر، بأقل الخسائر، والحمد لله سيطرنا على المبنى واغتنمنا ما كل ما فيه من سلاح وأسرنا عدد كبير منهم، وبعون الله تم السيطرة على المبنى. طيب كم عدد الأسرى تقريبا يعني؟ يتراوح بين 200-250 ما بينهم المحافظ وأمين الفرع. ماذا بقي في الرقة مراكز أمنية؟ بقي فرع الأمن العسكري، فرع أمن الدولة.